بنت أخضعت للتعذيب، عملت بمعاملة قاسية وغير إنسانية، أوذيت حتى قتلت. هذا كله ينافي المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والناصة على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. فهل عرفتم هذه البنت التي كسر ضلعها حتى قتلت؟ إنها الزهراء.